كانوا قالوا غي ما عرفتش قالوا غي حيدوا زعما الافطار في الشاطئ فهمتي عطاو ديك المعلومه باش واقيلا ما يجيوش الناس بزاف على ما اظن والمانع واقيلا حتى على اللي كيجيو كيطيبونا ما كيجيوش كلشي كيجيو كيطيبوا في يعني في الشاطئ يعني كنظن حيت هنا كيولي عامر بزاف وكل واحد شي كيجمع الروينه ديالو شي كيخليها احسن بلاصه بعدا فهمتي ولفنا على لاكوت ولفنا زعما كنجيو كنريحوا هنايا والجو مع فهمتي كنجيو مجموعين عائله بحال هكا جينا باش زعما درنا خرجه مع الدراري بحال هكا الدراري بنات الاصدقاء باش زعما نخرجوا نفوجوا نبدلوا الجو شويه انا دابا كيدوزوا رجال الامن ما كاين اللي كيقول لك حتى حاجه كاين اللي كيهضر معاك هي من كيقولوا راه كاينه ولكن باقي ما تبقات والو ان الناس فطروا البارح هنا في البحر كاين اللي كيخلي مخلفات بزاف بحال الازبال بحال هكا الناس اللي كيحفروا ما كيزدوش الحفار اللي خلاه ما يحافظوا على البحر لان راه ما سميت ما حافظتيش عليه راه بحال ما كتسوى والو وجينا للشاطئ اكادير نفطروا هنا وديما مولفين هذا الجو ديما كنفطروا هنا ياك وما نعرف المهم راه قالوها ما عرفتش مازال ما شفنا والو الى حد الان احنا ديما كنشوفوا الناس كيفطروا هنا في رمضان زعما زوين الجو ديال البحر داكشي علاش كيفطروا هنا انا زعما كترتاح فيه والجو زوين والجو ديال البحر ماشي بحال ديال القهوه كلنا تاكورا تاورزازات الاصدقاء انا اش كيتغاصد انا في درغيط غير البحر اش كل جو راه غير تعجب غير الصراحه الله الصراحه ميت كل ولا غير تعب بحال العائلات كلهم يتنفجج نشتن عما كتين منعنا تما البحر غير بالضبط كي ساعه كيجي تقور بنادم والسنا علاش كاينين في شاطئ اكادير سميتو كانوا قالوا غي ما عرفتش قالوا غي حيدوا زعما الافطار في الشاطئ يمكن قلت انا يمكن على حساب حيت كاين كيجيو كيفطروا ما كيجمعوش يمكن ما كيجمعوش بلاصتهم وكيخليو الدنيا راك صفنيتو كيفاش كتكون الدنيا وثاني شنو سمعت قال لك غير غادي يديروا شنو سمعت غير غادي يديروا غير فهمتي عطاو ديك المعلومه باش واقيلا ما يجيوش الناس بزاف على ما اظن والمانع واقيلا حتى على اللي كيجيو كيطيبونا ما كيجيوش كلشي كيجيو كيطيبوا في يعني في الشاطئ يعني الصراحه في اكادير احسن بلاصه بعدا فهمتي ولفنا على لاكوت ولفنا زعما كنجيو كنريحوا هنايا والجو مع فهمتي كنجيو مجموعين عائله بحال هكا ولا صحاب كنجيو كندوزو وقيته زوينه ماشي بحال مشيت حيت كنبقاو الشهر كامل في الدار ما يعني كل مره فين كنمشيو اليوم جات نجيونا من واحد الناحيه صراحه نقولوا كما قلت لك على حسب الناس اللي فهمتي كيلوتو السلوكات كتكون مزيان زعما كنظن حيت هنا كيولي عامر بزاف وكل واحد شي كيجمع الروينه ديالو شي كيخليها ومن واحد الناحيه صراحه لا ما فهمتي ما بلانش صراحه حيدوها حيت صراحه كنبدلوا الجو واحسن بلاصه بالنسبه لينا في اكادير من لاكوت جينا باش زعما درنا خرجه مع الدراري بحال هكا الدراري بنات الاصدقاء باش زعما نخرجوا نفوجوا نبدلوا الجو شويه ونفطروا بجمعيا قالوها ولكن باقي ما طبقاش انا دابا كيدوزوا رجال الامن ما كاين اللي كيقول لك حتى حاجه كاين اللي كيهضر معاك هي من كيقولوا راه كاينه ولكن باقي ما طبقات والو ان الناس فطروا البارح هنا في البحر اليوم كلشي كما كتشوف راه كلشي فاطر ما كاين اللي قال لهم شي حاجه كاينين بزاف شحال من واحد كاين اللي كيخلي مخلفات بزاف بحال الازبال بحال هكا الناس اللي كيحفروا
كيزدوش الحفار اللي خلاه. وكاين اللي كيجي بالنسبه لهم غير مع العائله ديالو، كيخرج غير كيخرج وليداتو، كاين اللي كيخرجوا الاصدقاء بحال هكا، وكاين اللي كيخلي الازبال كيخلوا هذاك سلوكات مستفزه السلطات بحال هكا. خاصهم يجمعوا راسهم، خاصهم يحافظوا على البحر، لان راه ما سميتو ما حافظتيش عليه راه بحال ما كتسوى والو، الطربيه طارت بحال هكا. جينا حنا جينا من السلام وجينا لشاطئ اكادير نفطروا هنا، وديما مولفين هذا الجو ديما كنفطروا هنا ياك، وقالوا لينا راه منعوا عليهم يفطروا هنا ياك، وما نعرف المهم راه قالوها ما عرفتش، مازال ما شفنا والو الى حد الان. الله الا قلت لك شي حاجه نكذب عليك، الله ما عرفتش زعما احنا ديما كنشوفوا الناس كيفطروا هنا في رمضان، زعما زوين الجو ديال البحر داكشي علاش كيفطروا هنا. وهاد العام قالوا لنا راه منعوا ما عرفتش علاش، راه كاينه الشباكيه وكاع المهم التقاليد ديال المغربيه. باش كيتميز على المكان هذا باش كيتميز على اماكن اخرى كاين مثلا المقاهي تحب فيه البحر. ايوا كتشكي همك على البحر هنا زعما كترتاح فيه والجو زوين، والجو ديال البحر ماشي بحال ديال القهوه داكشي علاش. واش كتفطروا على السحور ولا لا؟ لا كنفطروا كنصلوا واحد شويه غير وصلوا التراويح نمشيو في حالنا. واحد النصيحه للناس باش يحافظوا على المكان هنا هي غير يحافظوا ما يديروش الزبل ويجمعوا داك الشيء الا فطروا، يجمعوا داك الشيء فاش فطروا ويحترموا بيناتهم. المهم غصاد المهم بعدا غنشاركم بروكا بعدا. المهم نشكر غصاد صغير مجموعه، المهم كلي كان لولافاك الدراري لافاك لا نيتاكورا تا ورزازات الاصدقاء انا شكيت غصاد انا في الدرغي غير البحر اش كل جو راه غيتعجب غير الصراحه الله راه غيتعجب الجو البحر غير في الجيج الجو الناس تنتشكى ديما ديما كاسكر كل رمضان غادي لا غوكات غير كادر نسكر غير كاد ديما هو زعما الصراحه ميت كل ولا غير زعما بحال العائلات كلهم يتن في الجيج نشتن غير هو المشكل غير السماي كاع زعما كتين منعنا تمن البحر غير بالضبط كيسا كيجي تقور بنادم والسنة علاش بالضبط علاش كان الاسباب نسنيتني شخصيه والسماء كان بالضبط ولكن كوني زعما الصراحه نوش كادر نفطر صافي نفطر نزل ان شاء الله التراويح وحنا نفطو ان شاء الله. هو بحال الاكلات ديال الشعبيه ديال المغرب مسمان بغرير الحريره التمار الحوايج الشباكيه البيض درنا الدريات دريون الى سكسو والعصير من صنع الاخ عزيز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.